مساء الخير. هنعمل النهاردة فراخ استربسات وصوص جبنة. أول حاجة لازم الفراخ تكون متقطعة شرايح مش تخينة ومش رفيعة، يعني ما تكونش رفيعة علشان ما تنشفش قوي، ومش تخينة علشان كمان تستوى كويس. مش عايزين نستغرب التوابل خالص. هو احنا هنحط فيها توابل كتير، ملح وفلفل وبابريكا وشطة وتوم وبصل باودر وجنزبيل، وهنحط حبة بيكنج باودر أو بيكنج صودا، ومعلقتين دقيق ومعلقة نشا ومعلقة صلصة وبيضة وفلفل أحمر أو هريسة شطة وحبة خل، وهنعجن كل المكونات دي على بعضها مع حبة مية عشان تعمل عجينة سايلة شوية زي عجينة الكريب كده أو الوافل، وهنحط الفراخ فيها وندخلها التلاجة، يا ريت ليلة كاملة، يعني لو مش ساعتين تلاتة أقل حاجة، يعني تبقى ليلة كاملة علشان تتبل كويس. مش عايزين نستغرب الشطه الكتير اللي احنا حاطينها، ان احنا حاطين هريسه شطه وحاطين شطه كمان. هي الشطه في الاستريبسات مش عارفه ليه مش بتظهر قوي، يعني مهما حطينا مش بتطلع الفراخ سبايسي زي ما بنجيبها من بره، فعشان كده بحاول اكتر في الخلطه وفي الدقيق اللي بره كمان، وكمان توم على فكره، يعني هنحط كمان على الخلطه دي توم سليم غير التوم الباودر كمان. هخرج الفراخ من التلاجة وهبتدي اجهز الخلطة اللي احنا هنعملها، اللي هي الطبقة اللي بره بتاعة الدقيق. هنحط يعني حبة دقيق كتير وعليهم معلقتين نشا وحبة بيكنج باودر برضه او بيكنج صودا، انا حاطة بيكنج صودا. والدقيق من بره مش هنتبله كتير، يعني هي اصلا متبلة كتير قوي جواه، هو يا دوب بس ملح وفلفل وشطة، والشطة برضه اللي هنحطها دي مش هتظهر قوي زي ما احنا حاطين كمية كتيرة، مش هتبقى سبايسي قوي يعني بس. وهنجهز طبق تاني فيه ميه ساقعه وتلج. الخطوه دي مش ضروري، يعني احنا ممكن نشيل الفراخ من التتبيله بتاعتها على الدقيق وعلى الزيت على طول، او انا بعملها عشان تبقى شويه مقرمشه بعملها في الدقيق وبعدين احطها في الميه الساقعه وبعدين اشيلها من الميه الساقعه احطها في الدقيق تاني. هي دي مش بتعمل طبقه تخينه زي ما الناس متخيله ولا حاجه، لا خالص، هي بس بتخليها مقرمشه شويه. والفراخ المقليه عموما بطبيعتها لما بتبرد بتطرى شويه. انا بس مش هضغط على الفراخ، هي دي الفكره بتاعت الطبقه اللي بتكون بره، ان انا مش هضغط على الفراخ زي البانيه قوي، يعني لا هخليها يعني هحدف الدقيق عليها مش هضغط الدقيق عليها عشان تعمل شكل الاستريبسات اللي هي اللي بتيجي من بره.
هسخن طاسه فيها زيت، يكون زيت كتير، بس طبعا مش هسخن الزيت قوي يعني علشان ما هي ما تاخدش لون من بره وتبقى مش مستويه من جوه. ولازم انفض الفراخ من الدقيق اللي عليها قبل ما احطها في الزيت، وبرده ما احطش كميه فراخ كتير، يعني بتحس ان في زيت باقي كتير حوالين الفراخ، لان بتخليها تطرى، ولما بتحط فراخ كتير بتخلي الفراخ نفسها ما تنشفش قوي في الزيت. هسيب الفراخ بقى بتتقلى براحتها على نار هاديه، مش هاديه قوي برضو ولا عاليه قوي، وسط. وهجيب هعمل بقى صوص الجبنه الشيدر. هحط معلقه زبده كبيره على النار في طاسه او في كسرولة او في اي حاجه، واحط عليها معلقه دقيق برضو واحده بس، ومش هحط ملح ولا حاجه لان هنكتفي تقريبا بملح الجبن، يعني لان هي الجبن ممكن تكون فيها نسبه ملح شويه عشان ما تبقاش حادقه. هنقلب الدقيق والزبده شويه بس صغيرين، وبعدين نضيف عليهم حبه لبن، يعني مثلا تقريبا كوبايه او اقل من كوبايه بشويه. هفضل اقلب فيها بقى لحد ما اللبن، هو لبن سائع فهياخد وقت شويه، فهفضل اقلب فيها لحد ما اللبن يدفى والصوص يبدا يتقل شويه. طبعا انا هعمل فيها، هي يعني صوص الجبنه بيتعمل فيه اي جبن بنحبها، بس الاساسي فيها الشيدر، يعني ممكن جبنه قشطه، ممكن جبنه مثلثات، ممكن جبنه موتزاريلا او رومي، بس الشيدر هي الاساسي. دي قطعه جبنه شيدر بتيجي كده جاهزه لوحدها، هي لونها اورنج، في منها اللي مش لونها اورنج، فاللي هي الصفراء العاديه خالص ديت، عشان نخلي لون الصوص اورنج بنحط اي لون اورنج، لون الوان طعام يعني، انما هي دي هتعمل اللون المطلوب يعني، لان هي اصلا اورنج. اهم حاجه تكون الجبنه الشيدر بتسيح، لان في جبن شيدر مش بتسيح. هنقطع الجبنه كده ونهدي طبعا النار خالص ونستنى لما تسيح، ممكن نزود رومي، ممكن نزود اي حاجه، بس انا هحط الشيدر والموتزاريلا بس، مش هزود اي جبن تاني. هو ده القوام بتاع الجبنه اللي احنا عايزينه بالظبط، هو بيبقى كده. لو تقل عن كده شويه احنا هنخفه بحبه لبن يعني عادي، وحتى لما هنسيبه اصلا يعني لازم نبقى سايبينه ما يبقاش تقيل قوي، لان هو لما هيقعد هتلاقيه تقل سن عادي، ممكن نخفه تاني بحبه لبن برده ونقلب على نار هاديه خالص. كده الستريبس تقريبا اتحمرت، هنشيلها بقى من الزيت خلاص. الافضل ان احنا نشيل الاستريبسات او البانيه على شبكه مش على مناديل، لان المناديل بتخليها تطرى من تحت، يعني هو الافضل ان احنا نشيلها على شبكه او على حاجه زي دي او على ورق مثلا يعني، بس بلاش مناديل. وهي كده كده الاستريبسات ناشفه ومقرمشه خالص وحلوه، وعايزاكم تجربوها بجد حلوه جدا، وممكن كمان نعملها سندوتشات وده الافضل يعني.
هي الاستريبسات بتقبل اي حاجه تتحط عليها، كاتشب، مايونيز، اي خضار، وطبعا صوص الجبنه، اي حاجه احنا بنحبها على السندوتش نحطها عليه وبألف هنا.